شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد الحزين. وفي الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بحضراتكم ومع حلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم وحلقة الثلاثاء والأداء القرآني. ورد اليوم نفتح المصاحف من الآية 34 والخمسين إلى الآية 57، من الآية 54 إلى الآية 57 من سورة البقرة، ومعانا الكلام عن حرف الخاء لم ينتهي. تكلمنا عن حرف الخاء والمخرج، قلنا بأن الخاء تخرج من أدنى الحلق، وصفتها خمس. الخاء حرف مهموس في نفس رخو بيجري فيه الصوت، مستعلي، ودي الصفة القوية الوحيدة اللي في الخاء. والخاء حرف منفتح، وانفتاحه جزئي زي ما تكلمنا عن حرف الغين. والخاء حرف مصمت، وقلنا دي صفة خاصة بأهل الإيه؟ اللغة. وتكلمنا عن حالات الخاء في الحلقة الماضية بفضل من الله ومنا. اليوم نتكلم عن الأخطاء الشائعة، والأخطاء الشائعة في حرف الخاء ليست بكثيرة، لأن أكثر الأخطاء في حرف الخاء في حال السكون. ليه؟ لأن في حال السكون الحرف لابد من خروجه بصورة كاملة. ده لأي حرف؟ لأي حرف، اي حرف، حرف اللجاء، اي حرف، الخاء، العين، السين، الشين، الضاد، كل الحروف اللجاء حال السكون لابد من تمكين المخرج وبيان الصفات الخاصه بالحرف. يبقى الخاء في حال السكون لابد من ايه؟ من بيانها. طيب تعالوا نشوف كده الخاء الساكنه الاخطاء فيها في ايه، او يقع فيها القارئ في ايه من الاخطاء. يقع فيه ضياع الخاء بالكليه. أما اقرأ تخشاه، إيه تخشاه دي؟ هي تخ، أيوة كده، لابد من بيان صوت الخاء. تخ تخ تخ، سامعين الصوت ده؟ أنا بزودها شوية بس عشان أبين الصوت، لكن ما أقولش تخ. وإحنا قلنا إيه؟ الشيخ جلال الحنفي في كتاب التجويد والإلقاء الصوتي ماذا قال؟ أقول لكم بعد ما تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قال بأن لا يوصل القارئ صوت الخاء إلى صوت الشخير. ما قولش إيه؟ تخشون، لا خالص خالص، وحش قوي. لكن إيه؟ تخشون، أيوة كده. تخشى، يبقى أنا بحتاج إن أبين إيه؟ صوت الخاء. خطأ تاني في الخاء، وهو ترقيق الخاء أو جعل الخاء حرف إيه؟ ضعيف. ما يخلاش في قوتها. لأن الخاء مهما كانت هي حرف مفخم. ما عندنا حروف التفخيم التي تفخم قولا واحدا كم حرف؟ سبعة. خصة الخاء والصاد، ضغط الضاد والغين والطاء، قذ القاف والضاء، صح كده؟ خصة أول حرف الخاء. محتاج إن أنا إيه؟ أفخمه، أقول إيه؟ خالدين. ما نسمعش حد بيقرأها خالدين. لو قلت خالدين يبقى أنا خليت الخاء ضعيفة، وهي أنا في أعلى المراتب. إحنا عندنا كل حرف من حروف الهجاء له مراتب في التفخيم. إذا فتح وجاء بعده ألف صار في أقوى
درجات التفخيم. خ، وإذا فتح ولم يأتي بعده ألف قلت الدرجة بقى إيه؟ خ. وإذا ضم نزل درجة، خو. وإذا سكن نزل درجة، أخ. وإذا كسر نزل درجة، خي. هو دي أصوات الخاء في القرآن كله. يبقى أنا أما يكون الحرف في حال فتح أو ضم، فتح بعديه ألف قوي، يبقى أنا محتاج أعمل فيه إيه؟ محتاج إن أبين صوت خاء، بس ما بلغش وأعمل حاجة زي يعني إمالة للحركة، ما قلتش إيه؟ خو كده في ريحة ضم، هي أصلا إيه؟ خاء. يبقى يعني نحذر من عدم بيان صوت الخاء أو إسقاط الخاء أو إبدال الخاء بغين. لو أنا منعت عن الخاء النفس هتنقلب لغين. اسمعوا كده، يغشى يغشى، وفي يغشى في القرآن، فتبقى إيه؟ يخشى يغشى، أيوة كده، لكن ما خليش الاتنين دي زي بعض. كفاية كده كلام في مخرج الخاء، ونبدأ في الورد. وقبل ما نبدأ في الورد ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاجة فاطمة، السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاجة فاطمة، ازاي حضرتك؟ حياك الملك. حياكم الله. وجزاك الله خيرا، وجزا القناة والعاملين فيها آمين يا رب، وجميع اللي في الكنترول بأخلاقهم العالية والله. آمين يا رب. وجزاكم الله خيرا وكل مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. الله يحفظك. أبدأ إن شاء الله. نبدأ الورد إن شاء الله. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدي بالك بقى، الجيم لازم تبان. الرجي الرجي فيها، شوف الدال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك حاجة فاطمة. خلينا ناخد ايه، ناخد الورد على مرتين في القراءة من خلال الاتصالات. بارك الله فيكي. طبعا يعني احنا زودنا في الورد اليوم، وهنخليه بعد كده تقريبا نصف صفحة عشان الناس ما تملش بس مننا، وهنخلي الورد يقرأ من خلال الاتصالات على مرحلتين. طيب ندخل بقى على الورد ونعلق بسرعة كده على الأخطاء اللي موجودة، اللي بيقع فيها بعض إخواننا وأخواتنا حال قراءتهم لهذه الآيات. وإذا لا، ما تنفعش خالص، ما احنا اتكلمنا فيها قبل كده، جت معنا قبل كده. إذا لا، وإذ، أيوة كده، يبقى لازم نسكن الذال. وإذ قال موسى، وإذ قال موسى، ما تنفعش. في ناس بتجيب القاف غريبة جدا، ولما نيجي عند حرف القاف ونتكلم عنه هنفرد دي إن شاء الله كلام كتير جدا، لأن القاف في كتير من الناس ما بيحرش فيها الانفتاح الجزئي، فيقول قا قا، هي اصلا ايه؟ قا. وفي ناس بتبالغ قوي، قا، ايه ده؟ وحش قوي، صح؟ مش حلوه خالص. قا، ايوه كده. يبقى ايه؟ واذ قال موسى، ايوه كده، واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم. ظلمتم ظلام، ظلا، ما قلتش ظلمتم، ما تنفعش. لان انا عندي ورش يقراها ظلا، لكن احنا عندنا في حفص ظلا، ايه ده؟ دي سهله قوي. يبقى انا محتاج ان اعمل ايه؟ اخلص ظلا، ايوه كده، سهله جدا. ظلمتم ان، في ناس بقى بتعمل كوبري قبل ما يخش على الغنه، ظلمتم ان، لا ما تنفعش. ظلمتم انفسكم، ايوه كده صح. يبقى انا ما استعدش للغنه بايه؟ بكوبري وصلني للغنه.
ظلمتم أنفسكم. أنفسكم ميم ساكنة، جه بعديها باء. إحنا نتفق على حاجة، افتحوا المصحف من أوله إلى آخره، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، أول ما تلاقي ميم فاضية زي إيه؟ أنفسكم. أما تلاقي ميم فاضية كده خالص لازم هتلاقي بعديها حرف من حرفين لا ثالث لهما، إما إنك تلاقي بعديها باء أو حضرتك تلاقي بعديها ميم، غير كده لا. طب لقيت حرف تاني غير الاتنين دول هلاقي عليها علامة السكون أو عليها حركة، يبقى أنا محتاج أعمل إيه؟ محتاج إن أنا أعمل هنا حاجة اسمها إخفاء شفهي أو شفوي. الميم هنا هتدخل في الإيه؟ في الباء. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم أستاذ السلام متولي. عليكم. السلام عليكم، ازيك يا مولانا؟ أهلا بيك، الله يكرمك شيخ متولي. ازيك؟ نقرأ من أين؟ اقرأ بقى من وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حاضر، بورش إن شاء الله. بورش إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا. لا خد بالك شيخ متولي، ما شاء الله عليك. نعم. بس عليكم ال، خد بالك عشان هنا ميم بالجمع تضم على طول. وظللنا عليكم الغمام. لا حد شيخ متولي، صلي على النبي. ما انت ما صليتش على النبي وما سمعتيش الصلاه على النبي. بص يا شيخ، عليه الصلاه والسلام. خد بالك، ظلم ثم واذ قلنا وظللنا عليكم ال، مش عليكم ال، ماشي؟ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك شيخ متولي، جزاكم الله خيرا، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. يبقى ناخد بالنا، يبقى ميم ساكنه، ميم فاضيه ساكنه يعني فاضيه ما فيهاش حاجه، معلش علامه السكون، جه بعديها باء، هعمل ايه؟ اخفاء. اقول ايه؟ انفسكم انفسكم، الشفتين قريبين من بعض، ما فيش اطباق ولا في ايه؟ انفراجه كبيره. باتخا عندي ترقيق وتفخيم، باتخا ذي مش باتخا ذيكم، لسه بنتكلم على الخاء، هنا مفتوحه محركه بفتح قويه، ولا اتعامل معاها بتفخيم عالي ويتاثر بيها الحروف اللي قبلها واللي بعدها. باتخاذكم ما تنفعش خالص، باتخاذكم العجل فتو العجل بنسمع، باتخاذكم العجل عجله، ده خطا، الجيم عندي هنا ساكنه مقلقله، والجيم فيها شده وجهر، انقطاع صوت وانقطاع نفس، العج وقلقلة، ما هو ده علة القلقلة، يبقى العج العجل، ايوه كده. يبقى انا اعمل ايه؟ باتخاذكم العجل فتوبوا الى، مد منفصل جائز، جائز يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني لينا القصر فيه ولينا ايه التوسط اربعه ولينا فيه خمسه من طريق الشاطبي. فتوبوا الى باريكم، كده انا اسقطت الهمزه او خليت الهمزه مبدله بياء، باريكم باريكم. وناخد حاجة يا ام ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الله يخليك ويبارك فيك، وزي صحتك وزي الاهل جميعا يا رب، وكل الحمد لله. القائمين من في القناة يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. يديكم الصحة والعافية ويجعلوا في ميزان حسناتكم. امين يا رب العالمين. ان شاء الله تكونوا في الجنة بالقرآن. يا رب يا رب جميعا يا رب. ويصلح حال البلد يا رب. امين. ويصلح حال اولادنا وبناتنا، حافظ عليهم يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. وكل القائمين على القناة. امين يا رب العالمين. امين امين. اقرأ من اول فين؟ صلي على النبي الاول. طيب
عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب نبدأ بقى من أول. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم حاضر ظلمتم. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ أيوة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. خد بالك باتخاذكم مل لا باتخاذكم العجل تمام. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. لا نحيل الهمزة. بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ما شاء الله عليك حاجة مغربي النهاردة كويس قوي قوي قوي. بس خد الله بالك من هزة الزال بس في الأول. وإذا لكن ما شاء الله عليك ربنا يبارك فيك. الله يبارك في صحتك وعافيتك يا رب. آمين يا رب العالمين وفيكم الله بارك. طيب نكمل بقى كلامنا. فتوبوا إلى بارئكم. أيوة همزة مكسورة يبقى ما بلغش فيها. بارئكم إيكم ما تنفعش. بارئكم أيوة صح كده. بارئكم ما تنفعش خالص. يبقى أنا محتاج أحقق الكسرة بتاعت الهمزة مع بيان الهمزة. بارئكم أولئك أيوة كده. يبقى هكذا يقرأ القرآن. لا يقرأ إلا كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. يبقى إيه؟ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا. في ناس بقى القاف هنا ساكنة صح؟ عندكم عليها علامة السكون. لكن في ناس بتضمها يقول لك إيه؟ فاقتلوا فقولا. هي فاقتلوا بس أوصلها بقى بسرعة. فاقتلوا ومعنا الحاج عطيات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ ازاي حضرتك حاج عطيات؟ الله يخليك ربنا يبارك لكم ويجمعنا يا رب على الخير. امين يا رب العالمين. امين. اقرأ ان شاء الله. ابدأي ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تان لا عايزين نفخم الطاقة شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. خد بالك بقولش انت ماشي كويس قوي حاجة عطيتي اليوم بس ما بقولش حتى نرى الله هلا حتى نرى الله جهرة. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم. لا فأخا لا لسه بنتكلم على الخاء. فأخا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فخم الغنى بقى تنظرون. ما شاء الله عليك. ثم بعثناكم. مفيش ألف. صلى على النبي. نعم. صلى على النبي الأول. ثم لا مفيش ألف. ثم بعثناكم. حاضر. ثم بعثناكم. لا لسه. حاجة عطيات. حاضر. مش عايزك بس صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. احنا اتفقنا ان من قبل ان البرنامج للتعليم. فقولي معايا كده ثم بعثناكم بس من بعد موتكم لعلكم تشكرون. تمام. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا. لا صلى على النبي. زي ما قلنا الخاء مفتوحه تبقى قويه يبقى الغين برضو هي مفتوحه تبقى قويه. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الألف بقى هنا عندي ألف وأنزلنا عليكم المن والسلوى. كويس. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك. الله يكرمك حاجة عطيات. ما شاء الله عليك ربنا يحفظك. الله يخليك يا شيخ. نكمل إن شاء الله. طيب فتوبوا فقتلوا أنفسكم. قلنا ما نقولش أن ما ينفعش.
أن لو قلتها 100 مرة هتلاقيها ما ينفعش تتقال غير كده. أنفسكم، في ناس تقول أنفسكم، ما ينفعش. ناخد بالنا من التشكيل، لأن التشكيل في بعض المواضع في القرآن يغير معاني، فناخد بالنا من إيه؟ من حركة الحرف. ذلكم خير لكم. ذلكم كتير من الناس يقرأ خير، خير لكم. ليه؟ عشان في ياء بعدها، والياء حرف مرقق على طول في القرآن، وجي بعد الياء راء، يبقى ايه؟ خير لكم. تبويزه خ، ابتسامه خي، راء مفخمه تبويزه تاني خير لكم. والله سهل الموضوع، سهل ولا لا؟ سهل جدا. معانا الحاجه خديجه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك. بارك الله فيك يا شيخ أشرف وفي شرحك العظيم. وفيكم الله بارك، غفر الله لنا ولكم. وجعلك من أهل الفردوس الأعلى إن شاء آمين الله. يا رب آمين، والسامعين آمين. إن شاء الله، وربنا يجزي كل العاملين في القناة خير إن شاء الله. آمين يا رب آمين، آمين آمين. أبدأ من فين؟ ابدأي بقى حضرتك من أول الورد. وإذ قلت، وإذ قال موسى لقومه يا قوم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا. أنا ملاحظ إن الخطأ ده تكرر كتير. خدي بال حضرتك حاجة خديجة. نعم. من باتخاذكم، مش باتخاذكم، باتخاذكم العجل فتوبوا ممتاز. إلى بارئكم. تمام ممتاز. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. تمام. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك ورفع الله قدرك في الدنيا والآخرة. طيب يبقى احنا ناخد بالنا بقى، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم. خير ال، خير ال، أيوة خلاص، تخليص الحروف سهل جدا، بس محتاج مني إيه؟ صنعة، إن أنا إمتى أعمل هيئة التبويزة البسيطة دي، وإمتى أعمل هيئة الابتسامة البسيطة برضو. خير لكم، خير تنوين بالضم، ضمتين جنب بعض. أول ما ألاقي ضمتين جنب بعض لازم ألاقي بعدها إيه؟ حرف من حروف الحلق اللي إحنا انتهينا اليوم بفضل الله تعالى من الكلام عنها. إما نلاقي همزة أو هاء أو عين أو حاء أو غين أو خاء، مفيش حرف تاني غير كده؟ لا. يبقى أي ضمتين جنب بعض، أي ضمة وعليها قوس هلاقي فيها حرف من ست، لكن ضمتين جنب بعض هلاقي لام أو راء. تمام. أو أي حرف تاني غير اللام والراء. طب ليه قلت اشمعنى اللام والراء اللي اختصتهم؟ لأن أنا عندي اللام والراء مفيش غنة. خير لكم، طيب حرف تاني غير اللام والراء هركب غنه على طول، لازم الاقي بعديها حرف في غنه هركبها من الانف. طب الضمه اللي عليها قوس، ده الفرق بين الضمه اللي عليها قوس والضمتين. الضمه اللي عليها قوس يبقى الاقي لازم الاقي حرف من ايه؟ من سته، اللي هم همزه هاء عين حاء غين ايه؟ خاء. خير لكم، خلاص النون عندي التنوين هنا ما يبانش خالص. خير لا، فين التنوين؟ دخل في اللام خلاص، ولو جه بعديه راء يدخل في الراء برضه ما فيش عندي خالص. يعني غفور الرحيم، غفور الراء برضو مفيش. يبقى انا ضمتين بعديهم راء او لام على طول من غير ما افكر حقيقي، مش هسمع صوت نون واسمع صوت الحرف اللي بعد التنوين مرتين. خير ال، ادي لام اهي، خير ال لا لكم، يبقى لازم ابين دي اللامين. على اتصال حاجه زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أشرف؟ أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. كل لحضرتك الأخصاء الشائعة دي أنا كنت بقع فيها. والله كلنا كنا بنقع فيها. والله أسأل الله أن يعلمنا وإياكم يعني. آمين يا رب العالمين، بارك الله فيك. آمين يا رب. أبدأ من فين حضرتك؟ ابدأ بحضرتك من أول. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نقرأ إن شاء الله برواية ورشة بإذن الله. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم صلى على النبي حاجة زي عليه الصلاة والسلام اللي هتغلط معايا اللي بنقولها بس وظللنا نعم لام مشددة بس تمام يا شيخ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بارك الله فيك حاجة زينب إن شاء الله يا شيخ ربنا يحفظك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نكمل بقى كلامنا خير لكم عند بارئكم نون فاضية زي الضمتين بالضبط ألاقي نون فاضية ناخد نفس الحكم لنا لام ولا راء مفيش غنة طب ملناش لام ولا راء يا في عندي ايه غنة اقول ايه عين جي بعديها دال ده اسمه ايه اخفاء حقيقي عند بارئكم تاني الهمزة وقعت مننا تاني اي همزة مكسورة في القرآن سهل قوي اسقاط الهمزه وابدالها بايه او بيان الحركه يبان كان في ياء زي ايه الغائط فين الهمزه هي الغائط بارئكم بارئكم يبقى لابد من بيان ايه لابد من تحقيق حركه الكسر باسقاط الفك الاسفل بارئي ايوه كده بس ما بلغش قوي ما اقولش بارئي ده كتير قوي كده طيب معانا اتصال حاجه فاطمه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك ربنا يخليك يا شيخ أشرف الله يرفع قدرك حاجة فاضية ابدأي إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عليه مينة من الشيطان الرجيم تمام بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم لسه بتكلم على الهمزة بارئكم فاقتلوا فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب لا خدي بالك بقى من حاجه خدي بال حضرتك اما يجي لي حقين ورا بعض انه هو التواب الرحيم ما شاء الله عليكي ما شاء الله ربنا يبارك فيكي ربنا يبارك في حضرتك الله يرفع قدرك شكرا الله يخليك بسلامة الله مع السلامة إنه هو لسه بنتكلم فيها اهي كنا هنتكلم عليها دلوقتي نبين الهائين أي حرف معايا في القرآن يتكرر يعني يأتي حرف مثلا الهاء بعدها هاء سين بعدها سين شين بعدها شين كاف بعدها كاف أي حرف يتكرر في القرآن لابد من بيان الحرفين للحرفين لابد من بيانهم ما ينفعش ان انا ادخلهم في بعض يعني ما اقرا كده انه هو ما تنفعش انه هو ايوه كده انه هو التواب الايه التواب الرحيم ايه ده انا عندي فيه حروف كتيره مش باينه خالص التواب من عندي بنتقل على طول من الباء الى الراء امال همزه الوصل دي راحت فين تسقط في الوصل واللام دخلت في الراء فمبقاش عندي ايه لام معانا اتصال استاذة الاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا شيخ اشرف خيرا جزاكم استاذة الاء ربنا يرضى عنك ويرزقك الجنة يا رب العالمين امين يا رب العالمين امين امين يا رب العالمين ان شاء الله هقرا بورش ان شاء الله طيب اتفضلي من اول ورد من اول بقى من اول الورد ان شاء الله ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك أستاذ علاء. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب ندخل بقى على اللي بعديها. وإذا قلتم، احنا قلنا بقى خلاص بقى ناخد بالنا، وإذ قلتم، يبقى الذال عندي ساكنة لابد من بيان جرين الصوت فيها. لما نوصل للذال ونتكلم عليها هنقول إن الذال من الحروف اللي بيمشي فيها الصوت وينقطع عندها النفس، زي حرف إيه عدى علينا؟ زي الغين. مش احنا قلنا في الغين كده؟ يعني حرف إيه؟ رخو لكنه مجهور مقطوع النفس. يبقى إيه؟ إذ ما قلتش إذا، أنا كده حركته، ولا يعني اقراها كذا اذ واطلع هواء مع الذال، الذال ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش نفس. واذ قلتم، قاف مفخمه تخينه قوي عشان مضمومه، قو وبعدين جه بعديها لام مرققه وتاء مرققه وميم مرققه، يبقى انا اعمل ابتسامه بعد ما اخلص الايه؟ القاف. واذ قلتم، ايوه كده، واذ قلتم يا موسى، ده تقليل لورش، يبقى انا لما اجي اقرا ما اعملش الايه؟ الإملة ديت، ما عملش التضخيم ده، موسى ده ورش. لكن في ناس بقى بتعمل إملة كبرى ودي موجودة عند بعض القراء منهم حمزة، يقول موسى، ما تنفعش، هي موسى لا الأولى ولا الثانية، لا موسى ولا موسى، هي موسى، صح كده؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأصوات المختلفة؟ والله، وهذا ما تواتر إلينا بالأسانيد الصحيحة. معنا اتصال. فيروز، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذة فيروز، ربنا يبارك فيك. تفضل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. أقرأ من أي؟ ابدأي بقى من وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا، لا الغين هنا قوية، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله القراءة في اجتهاد غير عادي في الاتصالات اليوم، صلى الله يبارك في الجميع. طيب نكمل كلامنا. يبقى موسى، ما قولش موسى، في ناس بقى دايما كده تلاقي قراءته فيها ابتسامة على طول، عايز رقق الحروف المرققة، لازم تبان ترقيقها يا جماعة، فبيعمل مجهود غير عادي عشان يرقق، وهو بيقع في خطأ الإمالة. يعني وإذ قلتم يا موسى لن، ليه كده؟ لا مش عايزين الابتسامة العريضة قوي دي، خليها إيه؟ حاجة وسط كده. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، نيجي الحتى بقى، الحق لو ما طلعتش صوتها راحت مني، اقول
حتى حتى ها، كأني بجيب حرف دين الحاء والعين، فناخد بالنا. حتى نرى ما تنفعش، امال نعمل ايه؟ ابتسام عند النون، نا را نرى نرى. والله الامر سهل جدا، هي قراءة القرآن كما قلنا من قبل بين ابتسامة بسيطة وتبويزة بسيطة. تبويزة ما تبقاش الشبرين، ولا ابتسامة تصل الى الاذنين، لا خالص. عايزين حاجة ايه؟ بين البنين، وسط. حتى نرى الله. عندي بقى مشكلة هنا تقابلني. عندي راء مفخمة ولام اسم الجلالة مفخمة، الهاء بعديها مرققة. معظم الناس بيتخن الهاء ويفخمها ويغلظها، والهاء حرف في القرآن كله مرقق. معنا اتصال؟ معنا سهام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. زي حضرتك يا شيخ أشرف؟ في نعم والله الحمد لله. أقرأ من أي؟ ابدأي بقى من أول ورد. وإذ قال موسى. نعم. من أول ورد. وإذ قال موسى لقومه إن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، من الآية 54. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. خد بالك الغنة مرققة. أنفسكم. إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير. ما قلتش الغنى مرققة، لا داخل على فاء. فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نستكمل بقى كلامنا. قلنا الهاء في اسم الجلالة مرققة على طول، فما قلتش حتى نرى الله الله، لا ما تنفعش. حتى نرى الله جهرة، ما تنفعش. أعمل ابتسامة بعد اللام على طول. حتى نرى الله جهرة الله، أيوة كده، ابتسامة بسيطة أوي كده، وكمل بعديها إيه؟ جهرة ما تنفعش. جا لا جا، لأن حرف الجيم لا ينطق إلا إيه؟ إلا هكذا، جاء الجيم المفتوحة. حاجة زينب، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ أشرف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي القناة جميعا. آمين يا رب العالمين، آمين. وفيكم الله بارك. أقرأ بورش يا شيخ أشرف. طيب ما شاء الله، اتفضلي. أخذ المقطع الثاني. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن أؤمن لك حتى نرى. لا أنا ده الوقف بس. ما خلاص، ما أنا لحقت نفسي قلت أما ناقب بس. تمام اتفضلي. بس أنا نقرأها. بصي حاجة زي نقرأها نرى. حاضر. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى،
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. بارك الله فيك حاجة زينب ما شاء الله، يعني الإقبال على رواية ورش ما شاء الله. احنا بإذن الله تعالى عند الوعد إن شاء الله عندما ننتهي من الكلام عن أنواع الهج هيكون لنا كلام جديد في أحكام التجويد لرواية حفص عن عاصم، وهناخد جزء من الوقت إن شاء الله للكلام عن أصول رواية ورش عند الإمام نافع المدني. صلوا على النبي. إذا مش بصلوا على النبي، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بيقولوا لي فاضل 5 دقائق، فأنا أحاول قدر المستطاع كده إن أنا أكرر حضراتكم بقى في الإيه في الوقت المتبقي يعني. حتى نرى الله جهرة فأخذتكم، فأخذتكم ما تنفعش، فأخذ همزة مرققة فآ خاء مفخمة فأخ ذا المرققة فأخذتكم. طب والله سهل، ما أنا أقول لحضراتكم موضوع سهل جدا، لأن رب العزة والذي قال هذا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فأخذتكم الصاعقة علي العين المرققة والصاد مفخمة أخلص الصاد وبعدين أخش على العين. فأخذتكم الصاعقة عشان تجيب بعدها قاف، لا العين وقعت بين قاف وصاد يبقى لازم أخلصها بالراحة. فأخذتكم الصاعقة وأنتم معنا آخر اتصال. طيب سيف السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا سيف؟ ازيك يا شيخ أصلا، أخبارك إيه؟ الحمد لله. كويس ولا كويس؟ كويس. طيب الحمد لله دائما كويس إن شاء كويس. الله كم تحفظ يا سيف من القرآن؟ أنا عندي 9 سنين. ما شاء الله عليك. طب حافظ قد إيه؟ أنا سورة الكافرون. إيه؟ سورة الكافرون. سورة الكافرون بس اللي حافظها؟ اه. طب يلا سمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الرحيم، لا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لا عابد ما عابد ما عبدتم بقى كمل. عبدتم لا ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قراءتك ممتازة يا سيف، أنت ليه مش بتختم بقى القرآن؟ أنا بحفظ القرآن. وصلت لفين؟ أنا بقولك وصلت لفين في الحفظ؟ ماشي. مش سامعني واضح إنه مش سامعني كويس، لكن ما شاء الله سيف يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه ويبارك فيه وفي والديه. طيب حاول بقى إن وأنتم حاول يعني نتكلم عن أي خطأ من اللي بيقع فيها بعض إخواننا أخواتنا. فانظرون ما تنفعش. وأنتم تنظرون. أيوة كده. النوم مرققة لكن لما أخفيت في الضاء عند الضاء يبقى أنا عملت فيها إيه؟ فخمت الغنة. أيوة لأن ما بقتش النون خلاص كده، أنا بخفي النون يبقى الغنة هنا تفخم تبعا للحرف الذي إيه بعدها، يبقى الغنة تتبع ما بعدها والألف يتبع ما قبله. خلاص دي بقى قاعدة ثابتة معانا خلاص في البرنامج. وأنتم تنظرون ثم بعثناكم. في ناس بقى تيجي عند ثم ديت وتعمل حاجات غريبة جدا، يجيب واو بين الثاء والميم ثم بعثناكم خطأ، وفي ناس بيجيبها فاء ثم بعثناكم ما تنفعش، وفي ناس يعني ما بتجيبش الغنة في الميم ثم بعثناكم ما ينفعش، كل ده ما ينفعش. امال ايه الصح؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم. شفتوا كم غنة جبتهم ايه بميزان واحد؟ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ناخد اخر ايه بقى. وظللنا ده الحفص، لكن ورش يغلط الذهاب الاولى.
وظل، اللام اللي هي المشدده، وبعدين نجيب اللام الثانيه ايه المفتوحه المحركه الفتحه بعدها مرققه، وظللنا. ايوه كده. لكن حفص وظللنا ما عندوش تغليظ للام خالص الا في اسم الجلاله كلمه الله وكلمه اللهم فقط. وظللنا عليكم الغمام. اه في ناس تقول الغمام، الغا زي ما حذرنا من الوقوع في ابدال الخاء بغين، لو منعنا عنها نفس يبقى احنا محتاجين هنا نعمل ايه؟ محتاجين هنا ما نمشيش نفس في الايه؟ في الغين، عشان ما تبقاش ايه؟ خاء. الغمام ما تنفعش. الغمام ايوه كده صح. وانزلنا عليكم المن، انزلنا اخفاء، وانزلنا عليكم المن والسلوى، نون مشدده لازم لابد من الاتيان بايه؟ بغنه مع النون المشدده والميم الايه؟ المشدده. كلوا من طيبات، نون برضو دخلنا على طاء، الحرف الطاء مفخم، الغنة عندي هنا مخفاة، نون مخفاة، يبقى لازم افخم الايه؟ الغنة. بيقولوا لي اختم وانا يعني حاولت اكروت لكن برضو ما عرفتش اكروت كويس. يعني في نهاية الحلقة بشكر كل من اتصل علينا وكل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لقناة الندى والقائمين عليها، وداخل الشكر الخاص شكر خاص لفريق العمل في البرنامج، جزا الله الجميع عنا خير الجزاء لخدمتهم للقرآن الكريم. يوم الخميس القادم بإذن الله تعالى ألتقي بحضراتكم واستكمال الكلام عن النوع الثالث من أنواع الهجر، ألا وهو هجر العمل. ومعنا ضيفنا الدكتور محمد محمود عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف لاستكمال الكلام عن هجر العمل. ياريت تتابعونا، الحلقة الماضية كانت بفضل الله تعالى كانت موفقة وجالي عليها تعليقات طيبة جدا جدا، تابعونا إن شاء الله. أختم بما كان يختم به النبي صلى الله عليه وسلم المجلس، بي سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. وأمن حياتي وخير الدليل، إذا تهت يوما مع الحائرين. فقرآننا هدينا والحبور، وبشر يسلي الفؤاد.